ضحكوا عليك اللي قالوا لك ان النجاح في الصدفه، او ان فلان نجح لان متوفر له كل الامكانيات او دوارث من اهله عشان كده هو بني ادم ناجح. كل الحاجات دي ممكن تديك فرصه، بس هو احنا دايما جاهزين عشان نستغل ونغتنم الفرص دي؟ الحقيقه انه لا. انا شخصيا جات لي فرص كتير زمان، بس انا فعلا ما كنتش جاهزه ومستعده وقتها عشان استقبل الفرصه دي. ولو كان النجاح بالوراثه كان هيبقى ابن احمد زكي اشطر واشهر منه، او مثلا ابن عادل امام اكبر كوميديان يمكن كمان احسن من باباه. بالعكس، كل اللي كان بيعاني في حياته وكل اللي كان ما عندوش امكانيات كفايه هو اللي كان عنده الحافز الحقيقي انه يعمل حاجه وانه يوصل، هو محتاج ده. لكن الشخص اللي عنده الفرصه وعارف انها كده كده موجوده بالظبط زي الارنب والسلحفاه، هو عارف انه اسرع فمش محتاج يبذل مجهود، فسايب الناس بقى تجري وتهري وهو قاعد باشا. فدايما الشخص اللي متوفر له كل الامكانيات ما بيبذلش مجهود. فالنجاح هو عدد لا نهائي من المحاولات ومن الفشل اللي وانا بفشل وبحاول وبجرب فيه بعدي باربع اختبارات، وهو من غيرهم عمره ما هيبقى فيه نجاح. واحد، الصدق. لو انت بني ادم صادق مع نفسك هتبقى عارف بجد انت عاوز تعمل ايه، هتبقى مؤمن باللي انت بتعمله. ما هو انت صادق، الفكره انك تبقى صادق مع نفسك، مش مهم انت بتقول الحقيقه للناس ولا لا، المهم انت صادق مع نفسك ولا لا. وده بيبان في علاقات دايما تشوفها وكانها قويه جدا وعظيمه، بس مع اول دبوس بتفرقع لانها كانت مليانه هوا. حد فيهم كان بيكذب على التاني، حد فيهم ما كانش صادق مع نفسه او مع اللي قدامه، فمع اول مبرر هو بيشوفه مناسب بيقرر يمشي. وعشان كده اوعى تزعل او تزعلي على علاقة ما نجحتش لان طرف فيها ما كانش صادق، ما كانش عارف هو عاوز ايه بجد، ما كانش متأكد هو عايز يفضل موجود في العلاقة دي او لا. الناس دي احنا بنزعلش عليها، لان لو فضلوا موجودين عمر ما العلاقة كانت هتنجح. رقم 2، الفعل. يا فرحتي تبقى صادق في اللي انت عايز تعمله وفعلا عايزه من قلبك وبس وخلاص، مفيش اي حاجة بتتعمل زي انا بحبك بس خلاص، كملي انت بقى، انا ما عنديش حاجه تانية اعملها، انا بحبك بجد بس ما باخدش اي خطوه. انا والله بحلم ابقى رجل اعمال كبير. ها وبعدين؟ بس خلاص، انا بحلم وصادق، انا بحلم وبجد انا عايز ابقى. ايوه، فين الفعل؟ لازم يبقى فيه فعل. رقم 3، الصبر. مفيش حاجه حلوه بتيجي بسرعه، واللي بيجي بسرعه بيروح اسرع. اوعى تكون متخيل انك لو شايف نبات طوله سنتي من الارض انه هو ده وخلاص. لو اللي انت شايفه سنتي واحد ففي تحت الارض جذور على الاقل 5 سنتي، وعلى ما الخمسة سنتي دي كبرت تحت الارض وانت مش شايفها خالص تاخد وقت ومجهود وطاقة وتعب، انت بس شايف السنتي. وهو ده اللي بيحصل، لازم يبقى فيه صبر لانك هتبذل مجهود كبير في الاول مش هتبقى شايف نتيجة لسه. فخليك دايما متأكد ان اي شخص انت بتشوفه في حياتك ناجح ومتخيل انه كان ناجح بالصدفة، انت شايف جزء صغير قوي من المجهود الرهيب اللي هو بيبذله من زمان وانت لسه ما كنتش حتى تعرف. رقم 4، الاستمرارية. من اصعب الحاجات اللي حد ينفع يعملها هي الاستمرارية، انك تفضل مستمر في المحاولات الغير مكتملة او في المحاولات الفاشلة، تفضل مستمر بنفس الباور بنفس الطاقة بنفس الصدق بنفس الرغبة. موضوع صعب جدا، انا شخصيا دايما عندي مشكلة في موضوع الاستمرارية. واوعى تنسى، عمر ما كان هيبقى فيه نور غير لو كان فيه 99 محاولة مش ناجحة. استمرارية في التجربة حاجة رهيبة. مثلا عمرو دياب ما هوش لا احلى صوت ولا احلى شكل ولا انسب ظروف حصلت في الكوكب، لا. طب سبب نجاحه ايه؟ ليه الاسم ده بالحجم ده؟ ليه مفيش حد ما يعرفش عمرو دياب؟ الاستمرارية. بقاله كام سنة موجود متواجد، يا إما بإعلان يا إما بأغنية يا إما بفيلم، لازم يبقى موجود بأي شكل، إن ما كانش موجود بالثلاث أشكال. مفيش صيف عدى من غير شريط عمرو دياب، مفيش مناسبة عدت من غير ما تلاقي أغنية لعمرو دياب بيتكلم فيها، دايما هتلاقيه طول الوقت وكل الاجيال، لانه مستمر، هو ما بيفصلش، ما بياخدش اجازه، ما بيوقفش ابدا محاوله. سواء بتحبه او ما بتحبوش، بتتفق عليه مختلف معاه، بس هو قدر يفضل موجود في ساحه معينه طول الوقت، ما نزلش من مكانه الثانيه، مع انه عمل اغاني كتير يمكن ما كناش حبيناها، فيها كلمات عجيبه، فيها الحان مش احسن حاجه، بس فضل مستمر.
في الاخر حابه اقول لكم ان انا شخصيا عمري ما شفت نجاح جه بالصدفه، دايما النجاح كان بيجي بشقة وتعب ومجهود. حتى لو انا مش متفقه مع الرساله بتاعته او الهدف او مش متفقه مع شكل النجاح ده، بس هو فعلا بذل فيه مجهود. اوعوا تنسوا ان اعظم العلماء في العالم كانوا دايما طريقهم مش مفروش بالورود، اتقال عليهم ان هم فشله ومش ناجحين واعلنوا افلاسهم مليون مره وان هم انطوائيين وان هم عمرهم ما هينجحوا ابدا. دايما كان بيتقال لهم كده وبيتقال عليهم كده، لو ما كانوش صادقين وعارفين كويس قوي هم عايزين يعملوا ايه، لو ما كانوش بيبذلوا مجهود وفي فعل فعلا جاي من عندهم، لو ما كانش في صبر واستمراريه عمرهم ما كانوا وصلوا اللي هم وصلوا. منشن لاي حد تعرفوه شايف ان النجاح ده بيجي بالصدفه وبالحظ من غير ما نبذل اي مجهود، واكتبوا لي في الكومنت ايه تجاربكم مع المحاولات المتكرره للنجاح عشان انا كمان استفيد منها.